بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وجروب وصفات من الاخر للبنات. اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم اشعارات جديدة بكل الفيديوهات الجديدة اللي هقدمها ان شاء الله الفترة الجاية. حابة انبه او انوه على رابط جروب الفيس بتاعنا، اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. اللي ما اشتركش شرفني هنا. طبعا كلنا عارفين الفيديوهات اللي كنت بقدمها كانت عبارة عن ريفيوهات لبعض المنتجات التجميلية او المنتجات الاونلاين، فانا حابة اغير واقدم لكم فيديوهات متنوعة، اقدم لكم وصفات وماسكات هنطبقها ان شاء الله. زي ما قلت لكم طبعا كلنا عارفين الوصفات الطبيعية بتبقى يعني ايه مفعولها بسيط او تأثيرها المرجو منها بيبقى بطيء شوية عن المنتجات التجميلية، فلازم صبر ولازم استمرارية. فانا في الفيديوهات هنقلكم افضل المنتجات، افضل المكونات للماسكات بحيث تدينا نتائج سريعة جدا جدا، لان في مواد لو اتخلطت مع مواد بتبطل تأثيرها. مش سمك لبن تمر هندي، الوصفات مش سمك لبن تمر هندي هاتي نشا على ماء ورد على زيت زيتون على فوزلين على ما اعرفش ايه واخلطهم مع بعض وايه وهوب عملنا وصفة. لا، الوصفات دي علم كبير، وفي مواد لو اتخلطت مع مواد طبيعية، لو اتخلطت مع مواد بتفقد تأثيرها وبتبطل تأثيرها، وممكن تعمل نتائج عكسية وتسبب حساسية وتسبب التهابات كبيرة جدا 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 للبشرة. فاحنا لازم نعرف الماسك اللي احنا بنستخدمه ده لإيه وملائم لنوع لأي نوع بشرة، لأن طبعا في أنواع البشرة، في بشرة دهنية، في بشرة حساسة، في بشرة مختلطة، في بشرة جافة، في أنواع كتير للبشرة. لو استخدمنا لها حاجة غلط ممكن تعمل التهابات وحساسية وتدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنها. فلازم قبل ما نطبق الماسك أو ننفذ الماسك لازم نعرف الماسك ده هيلائمنا ولا لأ، ولازم نعمل اهم حاجة اختبار الحساسية لجزء معين كده على ايدينا علشان نعرف هيلائمنا ولا لا، ونعرف نوع بشرتنا. مش هوب خلاص اي حد يقول لنا الماسك نروح ننفذه ونطبقه وخلاص. لا، هي الماسكات بتديكي نتيجة من اول مرة بس عايزة استمرارية. لو وقفتي ممكن تديكي يا اما نتائج عكسية او تسبب اسمرار البشرة، يا اما مش هتديكي النتائج المرجوة اللي انت عايزاه. فياريت ياريت رجاء نلتزم بتعليمات الماسكات او الوصفات الطبيعية. مش اي حد يعمل وصفات طبيعية، مش اي حد يقولك على وصفة تروحي تجربيها على طول. لا، زي ما قلت في مكونات طبيعية لو اتخلطت مع بعضها بتبطل تأثير بعضها. ولازم كمان حابة انوه على حاجة، المكونات اللي بنستخدمها تكون طبيعية 100%، لان معظم المكونات اللي بنستخدمها او هنشتريها مثلا زي حاجة، مثلا هضرب لكم مثال ماء الورد. ماء الورد ده بنستخدمه في عجن معظم الخلطات ومعظم الماسكات لما بنيجي نطبقه. ماء الورد دلوقتي يعتبر يعني معظمه مغشوش، عبارة عن ماء مكتر وحاطين له ريحة، ريحة الورد، فيديكي ماء ورد. فتيجي تطبقي بالماسك مش هيديكي النتيجة اللي انت عايزاها صدقيني. لازم ماء الزهر زي ما نقول عليه في بعض الدول العربية، او ماء الورد يكون طبيعي 100% عشان يدينا النتائج المرجوة. في الدول الاوروبية بيهتموا قوي قوي ان الحاجة دي تبقى يعني ايه طبيعية بيور 100%، علشان كده المنتجات بتاعتهم لا غبار عليها. حتى الماسكات اللي بيعملوها يعني بتجيب نتائج، احنا بنشوفها نتائج فورية، لان هم بيستخدموا منتجات بيور 100%. فلازم نخلي بالنا من المكونات اللي هنستخدمها للماسك بقدر الامكان ما تكونش مغشوشة وتكون طبيعية 100%. في بنات كتير قالت لي عايزين وصفة للايدين لتفتيح الايدين. البنات اللي عندها خطوبة مثلا ومحروجة او كده، عايزة تلبس الدبلة، عايزة تفتيح سريع كده، عايزة ماسك ينجز معاها، ماسك سريع. البنات اللي عندها خشونة في ايدها، قشور ايدها مش مترطبة، المفاصل بتاع الايد لونها اغمق من الايد، حوالين الضوافر شكله مش حلو،
يعني احنا بيقابلنا مشاكل كتير جدا جدا في موضوع اليدين ده، زي البشرة بالظبط، يعني ايدك زي بشرتك، تهتمي بيها بقى اكتر من بشرتك، لان ايدك بتتعرض لحاجات كتير جدا جدا جدا، فوجب ان احنا او بتلامس مكونات كتير جدا ممكن تسبب لها جفاف، ممكن تسبب لها تشققات، ممكن تسبب لها اسوداد، ومعرضة على طول لعوامل خارجية عن البشرة كمان. فلازم نهتم ببشرة ايدنا كمان زي بشرة الوجه بالظبط. فالنهاردة بإذن الله اخترت لكم ماسك حلوة جدا جدا جدا، اهو زي ما انتوا شايفين انا عجنته بماء الورد. الماسك ده عبارة عن ايه؟ ترمس مر مطحون. لما نروح للعطار نقول له عايزين ترمس مر مطحون، ما عندوش مطحون خديه وطحنيه في البيت. روزماري زائد روزماري مطحون ونعناع اخضر مطحون، التلات مكونات دول مع بعض فيهم مواد حلوة قوي قوي مضادة للأكسدة، حلوين قوي 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 للتفتيح السريع معانا. بنطحنهم وبنسيبهم يوم، يعني لو ما بنعملهمش في نفس اليوم ما بنطبقش الماسك في نفس اليوم اللي طحنا فيه، بنطحنهم ونسيبهم ونخلطهم مع بعض حلو قوي، نسيبهم في برطمان محكم الغلق، وتاني يوم بنجيب ماء الورد الطبيعي وبنعجنه بهم زي ما انتوا شايفين كده، وبنطبق الماسك على ايدينا نص ساعة ونسيبه لحد ما ينشف، وبعدين نفركه في حركات دائرية ونشطفه بالماء الفاتر. هتلاحظي التفتيح على طول، هتلاحظي التفتيح من اول استخدام الماسك ده. تطبقيه ثلاث مرات في الاسبوع اللي عايزة تفتيح سريع للايد، نعمة تفتيح مفاصل الايد، تفتيح مفاصل اليدين، هيبقى حلو قوي قوي معاكي الماسك ده. بنبه ان ماء الورد اللي نجيبه، ماء الورد اللي بنطبقه في الماسكات يا بنات، لازم يكون طبيعي بيور 100%. هعمل معاكو حلقة ان شاء الله عن ازاي افرق بين ماء الورد الطبيعي وماء الورد اللي هو المغشوش اللي محطوط عليه ريحة الورد، عبارة عن ماء مكتر ومحطوط عليه ريحة الورد، مش هيديك النتائج المرجوة اللي انت عايزها من تطبيق الماسكات دي خالص. فلازم نتأكد من الحاجات اللي بنستخدمها والمصدر اللي بنشتري منه المنتجات بتاعتنا، لان ماء الورد بيستخدم في 3/4 الماسكات، يعتبر كل الماسكات بنعجنها بماء الورد او خل التفاح او الزبادي، هما 3 حاجات للعجن، يا الزبادي يا العسل يا ماء الورد يا خل التفاح. ممكن نعجن بالماء العادي بس ماء الزهر افضل، يعني هيدينا نتائج حلوة جدا جدا جدا، لانه حلو قوي قوي في التفتيح. الماسك ده نحاول نركز على المناطق اللي فيها سويدات في المفاصل الصوابع نص ساعة كده ونشطفه، وهنلاحظ. يعني انا عايزاكم تصوروا، تعملوا ايد وتسيبوا الايد التانية وبعدين تصوروا وتوروني الفرق قبل والفرق بعد. الماسك ده حلو جدا جدا يا بنات، انصحكم بيه، طبقوه جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. طبعا عارفين فوائد الترمس ده، بيستخدموه في الحمام المغربي في تفتيح الجسم. الترمس المر المطحون بيكيسه بالجسم بعد الصابون، حلو قوي 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 للشد للسلايت، جميل جدا للجسم وحلو قوي قوي للايد، بيفتح. الترمس يا جماعه، الترمس مهدور حقه، عايزاكم تجربوه، جربوه وقولوا لي رايكم في التعليقات.